السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. لارينكس. اللارينكس يا جماعة ده عبارة عن أنبوبة. الأنبوبة دي طبعا جزء من الريسبيراتوري سيستم. بتبتدي فين وتنتهي فين؟ بيبتدي هنا يا جماعه اللارينكس عند الابر بوردر اوف ذيس كارتلج اللي اسمها ايبي جلوتس. فدي الايبي جلوتس عند الابر بوردر، يبقى ابتدى اللارينكس وتمشي الانبوبه دي بقى، تمشي الانبوبه دي بقى، تمشي الانبوبه دي عشان تنتهي عند نفس الليفل بتاع نهاية الفارينكس. فنهاية الفارينكس ونهاية اللارينكس عند اللور بوردر of this cartilage اللي بيتقال عليها واسمها كيريكويد كارتلج. فهو ابتدى عند الليفل of the upper border of the epiglottis وده الليفل of C3 vertebra اللي هي سيرفايكال فيرتبرا نمرة 3، وبينتهي اللارينكس زي بالظبط الفارينكس عند اللور بوردر اوف C6، وهو هو نفس الليفل اوف ذا لور بوردر اوف ذا كريكويد كارتلج. عبارة عن ايه اللارينكس ده يا جماعة؟ اللارينكس ده طلع نزل عبارة عن سكيلتون. سكيلتون يعني حاجة أساسية ناشفة مكونة. دول عبارة عن السكيلتون ده 9 كارتلج، 9 كارتلج متصلين ببعض بإيه؟ متصلين ببعض بميمبرينز وليجامنتس ومسلز. يا ترى إيه بالكارتلج دول بقى؟ طبعا دي اشهر واحده فيهم، دي اللي محسوسه في رقبتك الحلوه دي او في الرجاله، ودي اسمها ثايرويد كارتلج، وعشان برومينانت او في الرجاله بيقولوا عليها ادمز ابل، تفاحه ادم، بس هي طبعا موجوده برضو في الستات. تحت الثايرويد كارتلج في كريكويد كارتلج، وفوقهم كلهم في الإبيجلوتس. وخدوا بالكم ان دول يا جماعه سنجل كارتريدجز، فتلاته سنجل كارتريدج: إبيجلوتس، ثايرويد كارتريدج، كريكويد كارتريدج. في عندي بقى تلاته بيرد، تلاته بيرد يبقوا سته كارتريدج عشان يكملوا الكارتريدج بتوعنا اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم التسعه. بس البيرد كارتريدج دول يعني صغيرين قوي ورفيعين، يمكن ما يهمنيش منهم يعني، كفاية تعرف الكارتريج دي. ايه الكارتريج دي بقى يا جماعة؟ الكارتريج دي اسمها الريتينويد كارتريج. نكبر لكم الرسمة شوية. فدي الريتينويد كارتريدج. فدي في البيرد كفاية بتعرفها، الباقيين مش مهم، مش هيفرقوا معانا في حاجة. نيجي بقى للليجمنتس اللي ماسكين التسع كارتريدج مع بعض. طبعا الليجمنتس كتير وهتتبهدل فيهم، فمفيش أمل إن أنت تحفظهم إلا بالطريقة دي. نبتدي من تحت لفوق. من تحت لفوق في ليجامنتس ماسكه في الكريكويد كارتلج، ليجامنت تحتيها وليجامنت فوقيها. في عندي يا جماعه ليجامنت ما بين الكريكويد كارتلج واول تراكير رينج، زي ما انتم عارفين التراكيه فيها رينجز اوف كارتلج. فدي اول تراكير رينج كريكويد كارتلج، وفي ممبرين او ليجامنت ما بينهم.
يبقى اسمه ايه دون؟ كريكو تراكيال ميمبرين، هو اسم على مسمى كريكو تراكيال. في ليجمنت بقى بيوصل ما بين الكريكويد كارتريدج والسيرويد كارتريدج، يبقى اسمه ايه الليجمنت دون؟ كريكو سيرويد ميمبرين. وكريكو سيرويد ميمبرين ده بقى مهمة قوي. بيتكون من ايه كريكو سيرويد ميمبرين ده؟ واحد في النص بالظبط وتخين، وانت كده بتبص من قدام شايفه زي الفل، ده اسمه ميديان كريكو سيرويد ليجامنت. وزي ما انت شايف ده تخين وواضح قوي. في جزئين بقى على الجناب يمين وشمال انت مش شايفهم لانهم داخلين تحت السيرويد كارتريدج فما اشوفهمش، وموجودين ورا السيرويد كارتريدج. الجماعه اللي على الجناب دول يبقوا اسمهم بعيد عن الميدل لاين، يبقى في تو لاترال كريكو سيرويد ليجمنت. اللاترال كريكو سيرويد ليجمنت دول من تحت اتاتش لمين؟ طبعا عشان اشوف لك بقى كريكو سيرويد ليجمنت اللاترال بارت بتاعنا ده اللي داخل ورا السيرويد كارترج، يبقى انا لازم اقطع القطعه دي، ده ساجيتال سيكشن يا جماعه في منطقه اللارينكس. في الساجيتال سيكشن اهو رحت قاطع مين؟ ادي السيرويد كارترج وادي الكريكويد كارترج، وشايف انا بقى اهو على الناحيه الثانيه من تحت اهو الليجمنت ماسك في الكريكويد كارترج ماشي، وطالع بقى اهو ديب 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 للسيرويد كارترج، وعامل لك هنا فوق فري ابر بوردر. اللاترال كريكو سيرويد ليجامنت ده ليه فري ابر بوردر، وده اهم حاجه في الموضوع بتاعنا كله. الفري ابر بوردر دي يعني يا جماعه بتتخن وبتعمل لك ليجامنت اسمه فوكال ليجامنت، او بالبلدي اسمه فوكال كورد اللي هو الحبل الصوتي، وده اللي انت بتطلع بيه الصوت بتاعك. فالأبر فري بوردر of the lateral cricothyroid ligament ده اللي اسمه الفوكال كورد او الفوكال ليجمنت او الفوكال فولد. اوعى تنسى دون عشان هيجي لك سؤال اكيد. نبص نلاقي بعد التو ليجمنتس دول اللي ماسكين في ال كريكويد كارتريدج، واحد تحت كريكو تراكيال وواحد فوق اسمه كريكو سيرويد، وتقسم لميديان بارت وتو لاترال بارت. نيجي بقى للليجمنت داون. ايه الليجمنت داون بقى يا جماعه؟ ده ليجمنت كوادرانجولار ان شيب بقى. ليجمنت quadrangular in shape هيبقى اسمه ايه؟ quadrangular ligament او membrane، quadrangular membrane هنجيله كمان شويه وهناخده بالتفصيل. خلينا في اللي فوق ده، احنا كنا خدنا من التراكيه للكريكويد كريكو تراكيل، وبعدين من الكريكويد للسيرويد يبقى كريكو سيرويد. في منه ميديان بارت وده اللاترال بارت اللي الابر بارت بتاعه الازرق ده فري وتخين وبيتحرك وبيطلع الصوت بتاعك، فده اللي اسمه الفوكال ليجامنت. نطلع فوق بقى هتلاقي السيرويد كارتريج متصله بالهيويد بون. شايفين دي يا جماعه السيرويد كارتريج اهي فوقين متصلة بالهيويد بون، عشان يبقى الليجامنت دون او الممبرين دون اسمه ايه؟ سيرو هيويد ممبرين. وده برضو تخين في النص ورفيع على الجناب مش هيفرق معانا كتير. نيجي بقى للليجامنتس الاتاتشد للابيجلوتس. الليجامنت الاتاتشد للابيجلوتس، الابيجلوتس ده يا جماعة عامل زي الكومتراية كده
وممكن يقع منه، فعايزين نثبته. نثبت الإبيجلوتس بإيه؟ آدي الإبيجلوتس أهو اللي أنا قطعته في السجيتال سيكشن، وآدي السيرويد كارتلج أهي اللي قطعتها في السجيتال سيكشن. مبدئيا احنا بنثبت السيرويد كارت الابيجلوتس يا جماعه في السيرويد كارترج وفي الهايويد بون، ففي الليجامنت دوا اللي ثبت الابيجلوتس في السيرويد كارترج، يبقى اسمه ايه دوا؟ سيرو ابيجلوتيك ليجامنت. من السيرويد للابيجلوتس يبقى سيرو ابيجلوتيك. كمان على فكره الابيجلوتس ده متصل بالهايويد بون اللي قدامه، ليجامنت ما بين الهايويد والابيجلوتس، يبقى اسمه ايه؟ هايو ابيجلوتيك ليجامنت. بس ده مش باين اهو، باين في الرسمه دي اهو، دي الابيجلوتس و ده الهايويد، وهنا اهو ده الهايو ابيجلوتيك ليجامنت. فمبدئيا بنثبت الابيجلوتس بالهايو ابيجلوتيك والسيرو ابيجلوتيك ليجامنت. طيب الابيجلوتس داون برضه انا ممكن اثبته في لسانك، ما اللسان يا جماعه قدامنا وفوقين على طول. ايه رايك في المنظر ده؟ ده اللسان بتاعك. انت ما بتشوفش على فكره من اللسان غير التلتين القدامانيين بتوعه اللي موجودين في بقك، لكن في تلت اللسان موجود ورا في الاوروفارينكس، وده وراه على طول في الابيجلوتس. الابيجلوتس يا جماعه متصل باللسان. اللسان على فكره في التسميات اللاتيني بيتقال عليه جلوسو، فاول ما تسمع كلمه جلوسو يعني لسان. ففي هنا بقى ثلاثة فولز بيوصلوا الإبيجلوتس بالتانج، اسمهم جلوسو إبيجلوتيك فولز. واحد في النص يبقى ميديان جلوسو إبيجلوتيك فولز، وواحد هنا يمين وشمال يبقى تو جلوسو إبيجلوتيك فولز، لاترال جلوسو إبيجلوتيك فولز. فهم كلهم جلوسو إبيجلوتيك، ده ميديان والاثنين دول لاترال. في عندنا بقى الممبرين اللي انا بقول لك عليه المهم قوي دون، اللي اسمه كوادرانجولار ممبرين. كوادرانجولار ممبرين دون من السايد اوف ذا ابيجلوتس اهو، ورايح لل كارتلج الصغيره قوي اللي ورا دي اللي كانت بيرد، واحده يمين واحده شمال، اللي اسمها الاريتينويد. ودي زي ما بقول لك الممبرين دون عشان رباعي الاضلاع، يبقى اسمه ايه؟ كوادرانجولار ممبرين. الممبرين ده الابر بوردر بتاعه فري واللور بوردر بتاعته فري. اللور بوردر بتاعه الفري دون بيعمل ليجامنت، بيتخن ويعمل ليجامنت اسمه فيستيبيولار ليجامنت. فيستيبيولار ليجامنت والابر بوردر بتاعه الفري داون ده ما بين الابيجلوتس والاريتينويد، فبيتقال عليه اري ابيجلوتيك فولد. اري ابيجلوتيك فولد. الاري ابيجلوتيك فولد دي على فكره تمثل اهم حته في الانلت اوف ذا لارينكس. ما ده يا جماعه مدخل اللارينكس بتاعك، مدخل اللارينكس بتاع ده اللي اسمه الانلت، ده بيتكون من الابر بوردر اوف ابيجلوتس ومن ورا الابر بوردر اوف كريكويد كارتريدج، وعلى اليمين والشمال الفولد اللي من الابيجلوتس للاريتينويد، الفولد دي كلها اللي اسمها اري ابيجلوتيك فولد. اري ابيجلوتيك فولد.
جواها في الفري بوردر اوف الابر فري بوردر اوف ذا كوادرانجولار ميمبرين. اصل هي دي طبعا في البني ادم الحي متغطيه بالميوكوزا، فدي ميوكوزا الفولد جواها الابر بوردر اوف ذا كوادرانجولار ميمبرين. ده يا جماعة منظر المنظار لما بخش فيه، ده الـ posterior and third of the tongue، وده الـ upper border of the epiglottis، والفولد ديا بقى اللي من الإبيجلوتس لحد الأريتينويد اسمها أري إبيجلوتيك فولد. وهنا هون ده الـ upper border of the cricoid cartilage، ودي الحتة اللي اسمها الـ inlet of the larynx. Inlet of the larynx. نبص نلاقي إيه؟ بعد ما شفنا الأري بيجلوتيك فولديان والكوادرانجولار ميمبرين، يا ترى بقى ايه الكافيتي اوف ذا larynx؟ الكافيتي اوف ذا larynx اهو يا جماعه، ده الكافيتي اوف ذا larynx، بس انا شايف ان هو المدخل بس. بيمتد الكافيتي اوف ذا larynx ده من المدخل اللي هو الانلت لحد نهايه larynx اللي هي اللور بوردر اوف كريكويد كارتلج والليفل اوف سي 6 فيرتبرا. وطبعا الانلت اوف ذا larynx ده فاتح فين يا جماعه؟ فاتح في الانبوبه اللي وراه. مين الانبوبه اللي وراه طبعا؟ اتفقنا اللارينجو فارينx. نبص نلاقي ال انلت اوف ذا larynx ده يبقى اذا دايركتد باكورد. انتوا عارفين الرسمه دي طبعا جت ازاي. انا شايل يا جماعه البوستير وول اوف ذا فارينx وببص من ورا. فالانلت ده هي فاتحه هنا في الفارينكس الكافيتي اللي ورانا دون، والانلت دي باصه لورا ناحيه الفارينكس ناحيه اللارينجو فارينكس. بعد الانلت من اول الانلت لحد الفيستيبولار فولد، من الانلت لحد الفيستيبولار فولد. فاكرين ايه هي الفيستيبولار فولد؟ ده منظر يا جماعه كورونال سيكشن في اللارينx. فدي الابيجلوتس قطعنا فيها اهي. طبعا زي ما انتم عارفين كورونال سيكشن انا بقطع فيه اللارينx دون او بقطع فيه اي حاجه كورونال ده لنص قدام ونص ورا. فانا هو ده الابيجلوتس اهو، وبعدين الكافيتي اوف ذا larynx نازل 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 لحد هنا اهو. هنا ده المفروض في الكات سيكشن ده الكوادرانجولار ميمبرين له ابر فري بوردر عامل الاري ابيجلوتيك فولد، وله لور فري بوردر اللي اسمه فيستيبولار فولد او بيتقال عليه فولس فوكال فولد، لان طبعا ده مش الحبل الصوتي بتاعنا، مش ده اللي بيطلع الحس، فده كاذب الحبل اللي هنا عنده. الحته اللي احنا نازلينها دي بقى كلها شبهوها شبه بالظبط الدهليز. عارفين ايه هو الدهليز؟ في الافلام الاجنبيه كده تبص تلاقي في حاجه نازله لتحت عندهم كده بيخزنوا فيها الحاجات بتاعتهم اسمها الدهليز، بينزلوا فيها كده بسلم. فنفس الحكايه قال لك الكافيتي ده كله كده من اول فوق لحد الفيستيبولار فولد، ده يبقى الدهليز اللي هو فيستيبيول. بعد كده في ميدل بارت. ميدل بارت الجيبين الصغيرين قوي دول، جيب يمين وجيب شمال. على فكره جيب يعني ساينس، فده الساينس اوف ذا larynx في النص. الساينس ده بيكون محدود بايه؟ محدود من فوق بالفيستيبولار فولد اللي هو اللي بيقولوا عليها الكاذبه فولس فوكال فولد،
واللي تحتيها الترو فوكال فولد اللي هو الفوكال ليجمنت اللي هو كان الابر ثري سكند بارت اوف lateral كيريكوثايرويد ليجمنت. ده بقى الترو فوكال فولد اهو. فالساينس ده وان ما بين الترو لتحت والفولس فوكال فولد، وهو ده بقى اللي بيطلع الايه الحس بتاعك. على فكره الفوكال فولد ده وان او الترو فوكال فولد هنا في النص في حته ضيقه، دي الحته دي بيتقال عليها ريما جلوتس. ريما جلوتس تحت بقى اللور بارت اوف ذا كافيتي اوف ذا لارينكس، ده من اول الفوكال فولد لحد نهايه اللارينكس عند اللور بوردر اوف كريكويد كارتلج وبدايه التراكيه. فانت عندك الكافيتي اوف ذا لارينكس على فكره في الرسمه دي برضو حلوه قوي، من اول الابر بوردر اوف ذا ايبيجلوتس ده الانلت اوف ذا لارينكس، وده ال اري ايبيجلوتيك فولد ده الانلت اللي هو باصص لورا، وبعدين الابر بارت اوف ذا كافيتي ده الدهليز اللي هو الفيستيبيول، وبعدين الجيب الضيق ده الصغير اللي ما بين فولد فوق وفولد تحت اللي هي فيستيبولار فولد فوق والفوكال فولد من تحت اللي بيقولوا عليها ترو وفولس فوكال فولدز. ده الجزء اللي في النص من الكافيتي. الجزء اللي تحت ده بقى لحد الليفل اوف ذا لور بوردر اوف كريكويد كارتلج ده اسمه انفرا جلوتيك بارت. انفرا يعني تحت، فاذا كانت هنا الفتحه دي اسمها الريما جلوتس يبقى اللي تحتيها انفرا جلوتيك بارت اوف ذا لارينجيال كافيتي. يا ترى ايه النيرف سبلاي لللارينكس؟ النيرف سبلاي لللارينكس جاي من النيرف المشهور قوي اللي اسمه الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده وان وهو في النك بيطلع برانش اسمه سوبيرور ثايرويد. السوبيرور ثايرويد ده وان نيرف بيتفرع لانترنال لارينجيال، وطبعا من غير ما نفت كتير ما هو لارينكس لازم يكون السبلاي بتاعه لارينجيال. لارينجيال نيرف واللارينجيال فيسلز. بس التخصيص بتاعتها بقى ان الفيجاس نيرف ده بيدي لك سوبيرو لارينجيال اللي بيتقسم لانترنال لارينجيال بيخرم الوول بتاع اللارينكس عشان يغذي الميوكس ممبرين اوف ذا لارينكس اباف ذا فوكال كورد. ما دام بيغذي الميوكس ممبرين يبقى الانترنال لارينجيال ده وان موتور ولا سنسوري؟ طبعا اكيد سنسوري، احساس، والاحساس ده المهم جدا لاباف ذا فوكال فولد. اما باجي ابلع او اشرب ميه اللي بيحس ان في حاجه بتتبلع ده الانترنال لارينجيال لاباف ذا فوكال فولد، يروح عامل ريفلكس على طول كلوجر للانلت اوف ذا لارينكس وللابيجلوتس عشان الشرب والاكل وهو نازل يلاقي فتحه الهواء مسدوده اللي هي فتحه اللارينكس، وما يبقاش قدام الاكل والشرب غير فتحه واحده بس اللي قدامه اللي هي فتحه الفارينكس على الاوسوفيس. السوبيرو ثايرويد ده ادالك انترنال لارينجال وادالك اكسترنال لارينجال بيغذي مصل واحده بس. المصل دي يا جماعه ما بين الكريكويد كارتريدج والثايرويد كارتريدج، يبقى اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد مصل. فالاكسترنال لارينجال ده موتور بس لمصل وحيده كريكو ثايرويد، والانترنال لارينجال ده سنسوري بس للميوكس ممبرين اباف ذا فوكال فولد. بقيه النيرف سبلاي بقى بتاع اللارينكس مين؟ الفيجاس نيرف ماشي اهو في النك، ماشي في النك، ماشي في النك، ماشي في النك، ماشي في النك لحد ما نزل في الثوركس. افتكر الفيجاس نيرف قال لك يا نهار اسود،
ده انا سايب بقيه اللارينكس لسه ما اتغذاش، حاجه بتاع 15 16 عضله، والميوكاس ميمبرين بلوزا بوكال فولد، اعمل ايه؟ راح الفيكاس ده بقى ما افتكر هنا هون متاخر، راح مرجع برانش، مرجع من تحت لفوق البرانش ده اللي طالع عشان يغذي بقيه الماسلز اوف ذا لارينكس كلها، والميوكاس ميمبرين بيلو ذا فوكال كورد. الارتيريال سبلاي بتاع اللارينكس ايه؟ الارتيريال سبلاي بتاع اللارينكس لارينجل سوبيرور اند انفيرور لارينجل فيسلز. ايه الماسلز بتاعت اللارينكس؟ على قدكم يعني الماسلز بتاعت اللارينكس دي حاجه من ثلاثه، يا اما بتقفل الانلت اوف ذا لارينكس ساعه الاكل، وطبعا دي لو ما قفلتش يبقى الاكل وهو نازل هيخش في الريسبيراتوري باسج وتشع. وعندي ماسلز اللي بتحرك الفوكال كورد، ده الفوكال كورد بقى اللي انا بقول لكم عليه. ففي عندي ماسلز بتحرك الفوكال كورد، بتحرك الفوكال فولد، تعمل له ابدكشن او ادكشن. طبعا ادكشن يعني تاخده بعيد عن الميدل لاين، وادكشن تاخده ناحيه الميدل لاين. طبعا اكيد احنا بنحب نعمل الفوكال فولد دي ادكشن عشان اوسع فتحه الهواء واحنا قاعدين اتريست. طب لو انا باجي بقى وعايز هواء كتير قوي، تبص تلاقي الفوكال فولد دول عملوا ابدكشن على اخر الهواء، فانا ببعد الفوكال فولد دول عن بعض عشان اوسع فتحه الهواء وانا قاعد او انا بعمل اكسرسايز، وما بتكلمش طبعا. لكن لو هتكلم بقى لازم اعمل ادكشن للفوكال كورد، دول يروحوا جايين، لكن هون ده يجي هنا في النص وده يجي في النص يقابلوا بعض، ويبقى في ما بينهم شق رفيع قوي عشان الهواء اللي جاي من تحت باندفاع يهز الفوكال كورد ويطلع لك صوت. اخيرا بقى في عندي ماسلز بتعمل ستريتش او تعمل ريلاكسيشن الفوكال كورد. امتى اكون عايز اعمل ستريتش او ريلاكسيشن الفوكال كورد؟ حسب علو حسك. فلو انت عايز تعلي حسك هنشد الفوكال كورد، لو عايز توطي هتعمل ريلاكسيشن للفوكال كورد. فده يعني كده الماسلز اوف ذا لارينكس والفكره ايه عنها ان جنرال. ويبقى دي فكرة كده هو عن اللارينكس. Thank you for good listening and good luck.